الخروقات الأمنية التي تحدث في صلاح الدين بين الفينة والفينة دعت إلى تفعيل عمل الكاميرات الحرارية لمنع تسلل العناصر الإرهابية والحد من نشاطاتها الإجرامية. وعلى الرغم من أهميتها وارتباطها بأمن حياة المواطن، نال منها الفساد ما نال حتى باتت مجرد شكل وزع هنا وهناك. هناك مشكلة أمنية كبيرة في محافظة صلاح الدين تحدث بين الفينة والأخرى، لكن للأسف الشديد نلاحظ بالمقابل هناك فساد كبير وخطير فيما يخص منظومات الكاميرات التي تعمل على مراقبة الحركة ومتابعة التحركات المشبوهة. الكاميرات أساسا عطلانة اليومية، عندنا خرق أمني يومية صايرة في جريمة معينة لا لها أي دور ولا لها أي وجود، لكن مليارات تصرف وتذهب لجيوب الفاسدين. ولما لها من دور في السيطرة والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مناطق صلاح الدين، دعا المسؤولون فيها إلى إلائها الاهتمام الأكبر وصرف مبالغ تغطي المناطق المخترقة والتي طالما تكون عرضة لأعمال تخريبية. على الحكومة المحلية في صلاح الدين والقيادات الأمنية توفير هذه الكاميرات، رغم أنه هناك مبالغ صرفت، لكن هذه المبالغ وهذه الكاميرات لم تفي بالحاجة الفعلية لمحافظة صلاح الدين، بقت هناك ثغرات كبيرة جدا. ويبقى موضوع الكاميرات الحرارية ودورها في الحفاظ على المنجز الأمني ضرورة ملحة لارتباطها بحياة المواطن وأمنه، لذا فإن إعطاءها الأولويات في الاهتمام والتخصيص المالي هو ما دعا وطالب به أبناء محافظة صلاح الدين.